دكار اللي لعبات على مر السنين دور مهم جعل منها سفير تنموي معتمد لغرب افريقيا في شبه جزيرة الرأس الأخضر. منصب سمح لها باش توضع 21 مليون أورو راهن إشارة مشروع إنشاء تمثال النهضة الإفريقية اللي كتعتبر من بين أعلى التماثيل في العالم بحيث كيبلغ العلو ديالو 52 متر وكيجسد عائلة إفريقية وقفة في أعلى هضبة بركانية في دكار باش تشوف الأفق وتطلع ليوم جديد من بعد قرون ديال العبودية. هادشي كيرمز للإفريقية اللي كتخرج من ثلاثة القرون ديال الاستعمار العبودية والفقر باش كتمشي للأمام نحو العالم وتساهم في مسيرة تقدم مثل باقي دول العالم. صحيح أن كل الأرقام متعلقة بإنجاز المعلمة كانت قياسية كيكفي أننا كنذكروا بأن التمثال طلب البناء ديالو 22 ألف طن من البرونز باش يحقق الخصوصية ديالو كيف ما بغاها الرئيس عبد الله واد. ملي كان تفحصوا هاد التمثال من قريب كنلقاو بأنه مكون من العديد ديال الطوابق فيها قاعات مجهزة باش تقام فيها معارض فنية حفلات وندوات حتى هي. وبهذا الشكل فهاد التمثال كيلعب جوج ديال الأدوار ثقافي وكذلك سياحي لأن العديد من الزوار ديالو كيجيو خصيصا باش يصعدوا للطابق 15 ديال التمثال واللي منه كيقدروا يشوفوا دكار كلها. الرسالة اللي كتوصلها هذه المعلمة هي رسالة ثقة في القارة الإفريقية، إفريقيا اللي كتعود لواجهها وكذلك رسالة إخاء وانفتاح تجاه باقي دول العالم. تمثال النهضة الإفريقية المعلمة الحداث اللي شكلت في الآونة الأخيرة حديث الساعة في غرب إفريقيا وخاصة في السنغال وهي جات انتقادات البعض على ميزانية المشروع وقدرت في نفس الوقت ترسم ملامح جديدة للسنغال المعاصرة بإرادتها والقادرة على التعبير على طموحاتها باللغة الفنية.